وهذا الشيخ عندي جوز حالته غريبة، لنفرض أن الأزرق ذكر أنثى أو الأبيض أنثى، مرة إذا جاي يلقح ألقى الأزرق فوق الأبيض، ومرة يلقى هذه دائما تلقاه عند الرز، تلقاه دائما عند الرز، عندهم زي الشذوذ، وأحيانا تلقاهم كلهم ذكور وأحيانا كلهم أناثي، لكن ما دام في بيضة ارجع تحقق من الحوض عشان تتأكد انه فعلا جوز ذكر وانثى. السلام عليكم طوع مطوع، القط اللي معي اللي عنده كاليسي تطورت حالته صار يستفرغ دم، برسل لك فيديو حقه. والله شوف التأخر في الكاليسي مصيبة، المفروض من اول، ولا بد ان الان اقصى سرعة انه يعطى تعويض محاليل مثل النورمال سلاين الرينجر، لازم انه يعوض لانه قاعد يفقد كثير من الحاجات في الجسم، يبدا يصير هزيل فيسيطر عليه. هنا المصيبه، اول شيء تسويه لازم الغذاء، لابد منه، ما يعني لا تتعدى الغذاء قبل كل شيء، واهم من العلاج الان. يقول عندي انثى بانجي كانت قبل 3 أيام تمام، فجاه تستفرغ وتغمض عيونه، والبراز الاخضر ابغى العلاج. البراز الاخضر طبيعي، تغمض عيون وفجأة استفرغ، اليومين هذه جانا هواء بارد ولب سهل، فغالبا يكون مشكلة تنفسية. فأحيانا المشاكل التنفسية أحيانا كذلك تجي للمعوية وتسبب إسهال، فلا بد أنه كشف وتفحص موضوع التنفس. أما بالنسبة للبراز لونه طبيعي. هل صدق ان اللي عنده طيور او عصافير يصير لهم التهاب في الصدر وحساسية ما تروح الا اذا خرجت الطيور؟ بعض الناس عندهم حساسية وبعضهم عندهم مشاكل اصلا في الربو، فاللي يبي يقتني طيور انا شوري عليه قبل ما يشتري، يتعامل معه مباشرة. كيف؟ يجي مثلا يقرب من القفص، يعني يكون بينه وبين القفص مثلا يعني زي كذا، بينه وبين قفص ابو 20 سنتي 30 سنتي، خليه يتحرك شوي يشوف هل هو عادي، او مثلا اذا طير اليف يطلع بيده يشوفه كذا، اذا عادي خلاص معناته ان شاء الله ما في حساسيه، اذا يتحسس منها خلاص يتركه. في ناس يتحسسون من الحيوانات الثانيه مثل البقر مثل الغنم مثل، يعني في كثير امور. يقول عندي طير كاسكو كان شكله جميل، لكن بعد بره مره من الوقت خشب، صار شكله صار قفص الصدري خشب متنتف. لا انت توصيفك كله اخشاب، قصك يمكن ضعف صار منتف، هذه لازم معاينه، ترى يمكن نواقص كثيره عنده في عمليه الايد صارت تعبانه، في اسباب كثيره. هلا ومرحبا حياك الله، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الكلاب انا ما نزلتها فيها شيء، لكن سعري مو بغالي ترى، يعني مقارنه المحل الثاني سعري زين. هلا ومرحبا حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الكلاب أنا ما نزلتها فيها شيء، لكن سعري مو بغالي ترى، يعني مقارنة المحل الثاني سعري زين. هلا ومرحبا لازم يا أخوي إياد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الباجي عندها منتفة، وش علاجها؟ أسباب النتف كثير، بعطيك عدد بعض الأسباب من ضمنها تقصف الريش، فيصير هش فيشيله لانه يضايق، يصير فيها الم فتقعد تنتفه. من ضمنها ضعف منابت الريش بسبب البايوتين تعبان، المخزون الحديد ضعيف، الحديد كذلك ضعيف، في شغلات كثيره لانه عشان ما يوصل الدم ويغذيه بشكل زين. في عندك كذلك تسليط الاضاءه بشكل مستمر، هذا كذلك يضعف. ضعف الكالسيوم وترسيبه في الجسم خلال فيتامين د، ضعف الفيتامين اي. في عندك كذلك عدم الاستقرار، والقفص يكون يعني مهيج للريش، يبدا يتنقل ويبدا كل ما ذا ينتف نفس الريش، بعض الاقفاص سيئه وله شيء اساسي. في عندك كذلك مشاكل مثل الفاش في بعض الحشرات، وهذه نادره الحشرات، الفاش هو من الأعداء اللدودة للطيور. في عندك كذلك بعض بعض المشاكل اللي تكون داخلية في الكبد وشغلات، هذه تسبب نتف الريش. في أسباب كثيرة، في أكثر من هذا ترى، ف
فلازم تعرف السبب عشان تعرف. ممكن أحيانا بعض الخراريج بعض الجروح تسبب هرش وحساسية. يقول أنا عندي شغف أربي حيوان أليف وعندي مشكلة الخوف، وش تنصحني بأي حيوان يتعلق في رعيه؟ أتمنى الرد. والله شوري عليك قبل كل شيء، أنت رجل، رجل ما يخاف. بنات عندنا ما شاء الله يجينا يقطعنا يديهن، ذا بابا أنت رجال رجال. والله شوري عليك، من أحلى الطيور الكروان والروز، سعره رخيص ومن تناول اليد. لا تاخذ اذا كنت في البدايات، لا تاخذ دره حتى وان كان رخيص، لا تاخذ دره راح تكره. خذ كروان، خذ روز. الروز شوي احيانا في عض، لكن خذ كروان، خذ روز، خذ كنيور، هذول بطلات. اذا انت بتقول لا بميل جهه القطط، خذ قطط، ولا تاخذ الا حاجات يعني مثلا زي الشرازيات، ويكون كتن عمارا على شهرين. اهم شيء خذ شيء اليف نشيط وصحته ممتازة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لك الكيبتيل حقي يسوي حركات غريبة، أنا ما أدري هو يلعب ولا ذي حشرات. حشرة ما شفتها بعينك لا تفكر فيها، انساها، اعتبرها لعب. دامه نشيط اعتبرها لعب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي. تقول تكفى مطوع عندي طير روز، والله تعبني، جت إصابة جهة الذيل، جرح عميق والتام، لكنه مع الوقت ينتف الريش الذيل لين ينزل دمه، ما يطلع الريش، يجلس ينتفه. طبعا شو يشخصونه غير ويعطونا أدوية. طيب أنا شوري فيه طوق أسويه أنا إذا دائم يصل للمكان هذا، فقط طوق بحيث إنه ما يصل الجرح ينتفه. الطوق هذا مريح بحيث يعني يقدر يلف جميع الاتجاهات فوق وتحت ويمين ويسار بدون ما يضايقه، ويأكل ويلتئم فيه ولا إذا. لكن إذا يوصل مثلا إلى الذيل بيكون في صعوبة عليه، فأنا أبغاه عشان تلتئم مع الوقت بس يتعقم، ويعطى له أكسيد زنك بيطري يبرد عليه المنطقة مرة، وخليه بسرعة بإذن الله يلتئم وتزين مرة الأمور. كروانا الأنثى إذا كبرت من الذيل من الحوض والنقط اللي تصير بالريش وما لها إلا صوت واحد. كروانا الأنثى إذا كبرت من الذيل من الحوض والنقط اللي تصير بالريش وما لها إلا صوت واحد. كروانا الأنثى إذا كبرت من الذيل من الحوض والنقط اللي تصير بالريش وما لها إلا صوت واحد. كروانا الأنثى إذا كبرت. الله يحييك، الله يحييك، الله يسعدك ووفق. آمين وياك، ما قصرت ولا 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 ما في شيء في خشمة، كل شيء تمام، لكن بدأ ينحف. لاحظ هالشيء، وديته بيطري لكن ما شاء الله تبارك الله. أبد الله يجعلني يا ربي عند حسن الظن. شوف يا عزيز الفاضل، أعطيه أكل فيها كاب وفيها شوية دهون، فول سوداني، حط له يعني 3-4 حبات مع الأكل. أعطيه ذرة، يعني مثلا ذرة كبر أصبعي مثلا، كل يوم يومين أعطي ذرة بسمنة. عندك موز، أعطيه موز، في حاجات فيها كارب وحلو وينشط ويرفع إن شاء الله عملية الأيض عنده، ويبدأ إن شاء الله ياخذ دهون إن شاء الله بإذن الله. راح نشرح عن كل حيوان على حدة وكل قفص واللي يحتاجه بإذن الله إن شاء الله بإذن. يا مطوع بارك الله فيك وفيك وبعلمك، شريت كوكاتو ديكروب الريش بجناحه مقصوص، وش الحل عشان يرجع؟ اتركه. طبعا في لها طريقتين، تنتف عشان يطلع جديد، او تصبر عليه لما يطيح ويطلع من جديد. وانا اللي شوري عليك تعطيه فيتامينز شوي تفعل، تسرع من اخراج الريش، تطيح وتطلع جديدة. ما في انه تخليه ينمو، خلاص انقص ما ينمو، لازم تطيح وتطلع جديد. وهي دورة سنوية كل سنة تمر فيها كل الطيور. لكن النتف ترى يؤلم الطير، وأحيانا بعض النتف بيسبب التهاب أو يعني إغلاق لمنبت الريش فيغلق، فلا أغلق يكون صعب، ما عاد تكون صعب أنها تطلع فيها مكانها الريش. أنا أقولي شوري عليك، خله أعطيه فيتامينات شاملة وإن شاء الله تمشي مور. الله يجزاك الجنة يا عميمة.
سميرة رحم الله والديك ونورتي والله السناب مثل ما احنا نتابعك في الانستغرام، انسانة عظيمة رحم الله والديك. قص الاظافر، قص المنقار وقص الريش بخمسة ريال شهر عشرة، خلاص يعني باقي يمكن ثلاثة اربع ايام، هذا شهر عشرة كله لجميع انواع الطيور. القطط انا كل اسبوع نوعا ما اسوي فيها سواء حلاقة الشعر او الترويش، اسوي فيها عروض يعني ممتازة جدا. تضغط زر الاشتراك وتفعل الجرس وتتابع عشان يجيك كل جديد. السلام عليكم.